أنا 11 يناير 1944 ميلادية. أنا وثيقة المطالبة بالاستقلال والحرية. أنا وثيقة سياسية تهدف إلى تحقيق مطالب رئيسية من إصلاحات فورية واستعجالية داخلية. تصفحني يا جيل تجد التفاصيل، وقرأني قراءة متأنية أهمها الاستقلال والحرية بقيادة ملك البلاد محمد الخامس. أنا 11 يناير 1944 ميلادية. أنا الوثيقة المغربية للمطالبة بالاستقلال والحرية. 66 الوطنيين المغاربة وقعوا لي، من بينهم مرأة ملكة فاسية. أنا ملك البلاد حبيب الشعب محمد الخامس شارك في تحريري ووافق وبصم على مضموني. أنا 11 يناير 1944 ميلادية. أنا الوثيقة المطالبة بالاستقلال والحرية. أنا ابنة كفاح الشعب المغربي بالمسدس والبندقية والقنابل اليدوية. أنا ابنة المظاهرات والاحتجاجات والتضحيات في المدن والسهول والجبال الأطلسية. أنا 11 يناير 1944 ميلادية. أنا وثيقة المطالبة بالاستقلال والحرية. وتستمر التضحيات والكفاح، ويأتي حدث 20 أغسطس 1953 ميلادية، فتشتد ضراوة المقاومة وقوة العمليات الفدائية في المدينة والبادية وعلى بساط الكتبان الرملية، إلى أن عاد المغفور له محمد الخامس من منفاه رفقة الأسرة الملكية، يحمل معه بشرى زوال الاحتلال في الحال. وفي 18 نوفمبر 1956 ميلادية، بزغ فجر الاستقلال والحرية، ورفرفت الرايات الحمراء، وعمت الفرحة ربوع البلاد. فهو التاريخ يا أولاد، وبه نفتخر. دمت يا وطني حرا، سيدا، آمنا، مستقرا، أبيا.